منطقة ثقافي برعاية السيد محمد الأحمد. تقيم مدير الثقافة الملتقى لمدة 5 أيام من 2 ل 6 تموز. عندنا الملتقى الفكري، الملتقى عفوا الموسيقي، أول يوم هو تكريم للموسيقى، التكريم طبعا هو لأمير البزق محمد عبد الكريم أول يوم. طبعا بعدها بيتخللها في عزف يعني أو حفل موسيقي تقريبا. بلدنا بخير وعم بصير ملتقيات، وإن شاء الله على طول أحسن وأحسن بتصير، بتكتر الملتقيات. اليوم عندنا تكريم محمد عبد الكريم مرحوم عازف البزوق، أمير البزوق محمد عبد الكريم. هذا الشخص اللي عمل بصمة كبيرة بالفن، بمجال الفن، بالتلحين وبالعزف. ويعني هو مو بس يعني عازف بزوق، هو كتير ترك أثر قوي، وله يعني ألحان ما زالت عم تتكرر لحد الآن من 50-60 سنة. طبعا عم نحاول نثبت أنه نحن عايشين ورح نعيش ورح يضل فينا مبدعين وناس رح نتغنى فيهم ونضل عم نمارس حياتنا بشكل طبيعي. يعني في عدة أغاني خصوصا على السماعيات، على العريان، وفي رقصة الشيطان، في كل مقطوعة مثلا إلى إيقاع. فنحن إذا بدنا نبعث تكريم له أو بواسطة آلتنا اللي هي الإيقاع، والله يرحمه والله يطول بعمر اللي جايين بعديه، لأنه هو ما مات. ليش؟ لأنه مخلف وراه. يعني هلا فينا نقول عبد الكريم توفى الله يرحمه، وكثير كثير كان في إبداع له. هي لفتة كريمة إنه دائما بالملتقيات الثقافية تكون الموسيقى هي الافتتاح، لأنه هي ركن أساسي من أركان الثقافة بكل الدنيا. الشيء المميز أنه راح يكون الافتتاح هو تكريم للموسيقار الراحل محمد عبد الكريم، اللي هو له منتوج كتير كبير وثري أثر الموسيقى السورية. أثبت يعني بالحقبة الماضية كانت الموسيقى السورية بيمثلها محمد عبد الكريم خلال المهرجانات اللي قام فيها بباريس، بمصر، بإيطاليا، بمعظم الدول. فهلأ حاليا راح مثل ما راح يقدم ويمثل الأستاذ محمد عبد الكريم، راح يمثله عازف البزوق اللي بيشتغل سولو مع السيدة فيروز، اللي هو الأستاذ رأفت أبو حمدان.